السلام عليكم، معكم محمد الجندي. بالتعاون مع منصة الزاوية هنقدم مع بعض 4 كورسات في مجال تكنولوجيا السيارات الحديثة وطرق تشخيصها المختلفة. الكورس الأولاني هنتكلم فيه عن الأوتوموتيف إلكتريستي، هنتكلم فيه عن كهرباء السيارات من الألف إلى الياء. الكورس الثاني هنتكلم فيه عن إنجن مانجمنت سيستم أو نظام إدارة المحرك، الإنبوت والأوتبوت الخاصين بالكنترول. الكورس الثالث هنتكلم فيه عن الأوتوموتيف دايجنوزيس وإزاي تقدر تستخدم السكانر تولز المختلفة. الكورس الرابع هنتكلم فيه عن إصلاح وبرمجة كنترول السيارات. انتظرونا.